السلام عليكم. راح نحل بهذا الاكسرسايز سؤال حول موضوع الاسامبلي لاين بالانسنج اللي هي موازنة خطوط الانتاج. السؤال يقول A company want to produce 40 unit within 480 minute per day. اذا انت كشركة تريد تنتج 40 قطعة خلال عمل مقداره يعني الوقت اللي انت تريد تشتغله خلال اليوم 480 minute، بس هذا الوقت. بهذا الوقت انت تريد تنتج 40 قطعة، تمام. يريد منك find the theoretical cycle time, number of station, line efficiency, والidle time. والidle time. Table show the sequence of tasks. طبعا الفرضية الآن إنه هاي التسلسل مال تاسك هي تسلسل تتابعي، يعني ما تقدر تسوي سي إذا ما أي يكمل وبي يكمل، ما تقدر تسوي دي إذا ما سي يكمل، وسي ما تقدر إلا بي وبي إلا أي وهكذا يعني. فإذا أنت تتابع الأحداث أنك لازم تكمل أي بعدين وراها بي سي وإلى آخره. فالتيبل شو ذا سيكونس، هذا قصدنا بالسيكونس أوف تاسك، والتاسك تايم هاي الزمن مال كل تاسك تو اسمبل ذا برودكت. اذا هذا البرودكت حتى ينتج لازم هذن هن المهام اللي احنا نسويهن. راح نبدي بالحل. اول عمليه نسويها هو نجمع التاسك الزمن مالتهن، يعني ال10 وال11 وال5 وال9 وال11 وال3 وال7 تجمعهن راح يطلع لك 51 منت، تمام. يعني انت الان لو جبت عامل واحد وقلت له تعال سوي لي هاي القطعه، فهو حيبلش باي، يخلص يروح بي، يخلص يروح سي دي اي اف جي، ياخذ له 51 منت يقول لك ها خلص منتج. طيب احنا بس نريد 40 قطعه ننتج خلال 480 منت بير داي. فاذا هذا الحكي ما يفيد، ليش؟ لان احنا لو نريد خلال هذا الوقت ننتج 40 قطعه، فاذا الثيوريتيكال سايكل تايم لازم 12 منت بير ايتم، يعني مو 51 منت، لازم احنا بكل 12 منت ننتج ايتم على مود نحقق هاي الرغبه مالتنا اللي هي 40 بال 480. طيب شو راح نسوي؟ اذا معناها راح نسوي عمليه جروبينج لهذني التاسكات بالورك ستيشن، وبكل ورك ستيشن نجيب عامل يسوي هذه المهمه على مود نحققها. فاذا اول مطلب الثيوريتيكال سايكل تايم حسبناه عن طريق الشرط مال الشركه، الرغبه مال الشركه شو تريد؟ شو تريد هي تنتج؟ فتريد تنتج بال 480 40 قطعه، اوكي. اذا ما تش معدل الانتاج اللي هو الثيوريتيكال سايكل تايم لازم يكون 12 منت لكل ايتم، تمام. الان احنا عندنا 51 وعندنا 12، راح نقسم ال 51 على 12، راح نشوف انه احنا نحتاج اربع محطات وربع، واحنا قلنا بالهندسه الصناعيه ما عندنا شيء اسمه ربع، اذا معناه احنا نحتاج خمس محطات، اذا طلعنا النمبر اوف ورك ستيشن، النمبر اوف ستيشن او الورك ستيشن نفس الشيء. الان ورا ما بلشنا بهذا الشيء راح نحط الورك ستيشن ونجي نحسب البروسيس تايم مال كل ستيشن، تمام؟ الان راح نجي بالستيشن الاولى، راح نخلي بها اي. باوع الشرط دائما 12 ما يصير عبر 12 على مود ابقي الشركه تنتج الانتاج اللي هي تريده. طيب حطيت انا الاي 10 اقدر اخلي بي، اذا اخلي بي 11 و10 21 راح اعبر ال 12، اذا ما اقدر اقفل اي والبروسيس تايم مالته 10. اجي افتح ورك ستيشن جديده اخلي بيها بي، اقدر اخلي سي، طيب اذا اخلي سي ويا 11 5 و11 16، بينما احنا ما يصير نعبر ال 12، اقفل الثانيه والبروسيس مالتها 11. الان اجي افتح الثالث الخمسه اللي هو السي خليته بي، اقدر اخلي دي؟ اي اقدر، ليش؟ لانه خمسه واربعه تسعه، تسعه ما راح يتجاوز هذا اذا خليتهم بي. اقدر اخلي اي بعد؟ لا ما اقدر، ليش؟ لانه تسعه و11 حيصير 20 حيعبر عن ال 12، ما اقدر اقفلها بزمن تسعه. ايضا بعدين اخلي الاي، ايضا الاي قافل وحده لانه 11، من اخلي ثلاثه يصير 14 يعبر. والمحطه الاخيره اخلي بها الثلاثه والسبعه اللي هي الاف والجي، فالزمن مالتي يصير 7. الان مثلا هذا هو البروسيس تايم مال كل محطه، هذا التاسك تايم لكل تاسك، هذا البروسيس تايم مالتها. الان لو نجي نشوف لازم ايش نحسب؟ نحسب السايكل تايم الحقيقي. السايكل تايم الحقيقي لازم يكون هو اعلى، شوف ماكسيمم بروسيس تايم، من هو الماكسيمم مالتي اني؟ هذا 10 11 9 11، اذا 11 هو الماكسيمم، اذا 11 هو السايكل تايم. الان انا من عرفت السايكل تايم وعندي عدد المحطات ببساطه اقدر احسب اللاين افشنسي والايدل تايم. اللاين افشنسي هو ايش قد الزمن الحقيقي الكلي وايش قد الزمن ويا المحطات. طيب الزمن مالتنا هو 51، انا عندي خمس محطات، السايكل تايم مالتها 11، احنا قلنا بعد خلاص كل محطه راح تاخذ كانما تاخر 11، اقسم هذا على هذا يطلع 92.72% هاي كفاءة الخط الانتاجي. ايش قد عندي توقفات، او خلينا نقول مو توقفات، ايدل تايم، خلينا نقول محطات يعني عاطلة ما تشتغل فترات، يعني مثلا خلينا نقول هسه هذا 10 هذا 11، اذا هذا عنده دقيقة يبقى ينتظر، هذا عنده دقيقتين، هذا اوكي، هذا عنده دقيقة، فلو اجي اجمع دقيقة بدقيقتين
3 دقائق، 3 دقائق ودقيقة 4، هاي بالمنطق ده حسبتها. لكن القانون مالته هو الام اللي عدد المحطات في السي سايكل تايم ناقصا المجموع مال زمن التاسكات. عندك انت 5 في 11 ناقصا 51 4 منت، هو هذا هو الايدل تايم. هذا كل ما حبيت اقوله في موضوع الاسامبلي لاين في حل المسألة مالته. شكرا جزيلا، والتقيكم بفيديو اخر ان شاء الله.